وصفتنا رغيف التوشكا، رغيفين خبز كبار، لحمة مدهنة حسب الذوق. ما لها دهنة وما عندك دهنة هي الأطيب الدهنة. بجود بالموجود منحط معلقة سمن عربي، فليفلة حمراء يابسة، ملح معلقة صغيرة ملاني، بهار حلبي معلقة كبيرة، فيه 7 مكونات ومن ضمنه جوزة الطيب بتقلب موازين الطعم. حضروا ونزلته بقناتي. سمن عربي البديل زبدة، بس السمن العربي أطيب، وممكن سمن حيواني أنا لأنه اللحمة ما لها دهنة أبدا. عم بعمل هالطريقة خصوصا للي عايشين بالغربة، الدهنة مفقودة. حطيت سمنة بمشي الحال وباخد نفس النتيجة. في التوشكا الجبن، هالجبن نوعه رائع، ممكن تحلوه وتعملوه للكنافة ولحشوة القطايف بجنن. هي هي، واحيانا بيجي حلو. نقعه بس بمي وتغيير المي ليحلى، ونشفوه تماما، لازم تنشفوه من السوائل. ممكن تفرموه بهالشكل وممكن تبشروه. ممكن تحطوه بهالشكل. معلقة واحدة زيت، خففت النار، معلقة زيت صغيرة وراح نغطيها. شوفوا شلون الجبنة هون، أفرجيكم إياها، شايفين ساحي. ممكن تحطوا ربع معلقة سمن عربي بتعطي طعم طيب، بس أنا حطيت من جوا يكفي. فطور رمضاني رائع، وصفة التوشكا كتير طيبة وسريعة، وفعلا يا سلام.
واذا بدكم اياها بطعم شواء المنقل تشعلوا فحمة الأرجيلة على النار لتصير جمر بسلوفانة، بتحطوا معلقة زيت صغيرة، أي نوع زيت، ممكن سمنة ممكن دهنة، وبتحطوها هون وبتحطوا الفحمة فوقها، بيطلع دخان، بتحكموا إغلاقها، بياخدوا طعم شواء المنقل. تحياتي.